حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هل تعلمون كم سنة عاش سيدنا عيسى عليه السلام على الأرض؟ وفي أي سن رفع إلى السماء؟ هل تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر عيسى؟ وكيف نجد إشارة رائعة في القرآن الكريم بشكل مذهل لهذا الأمر؟ اليوم سأتأمل معكم حديثا وآية قرآنية. الحديث يقول، وهو حديث صحيح: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة. إذن كلنا سندخل الجنة بعمر 33 سنة، وهو عمر سيدنا عيسى عندما رفعه الله إلى السماء. دعوني الآن أيها الأحبة أنتقل للقرآن الكريم. هل تحدث القرآن عن رفع سيدنا عيسى إلى السماء؟ نعم، هناك آية لا يوجد غيرها في القرآن، آية وحيدة فقط تحدثت عن رفع سيدنا عيسى إلى السماء. الآية تقول، وهي في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عندما ننظر لهذه الآية لا نشعر بأي شيء، يعني هل شعرت بشيء له علاقة بعمر عيسى عليه السلام وقت رفعه إلى السماء؟ آية محكمة، ولكن هذه الآية حقيقة أنا عندما كنت أقرأها قديما كنت أقول، يعني لماذا لم يقل وإذ قال الله، مع العلم أنه في آية أخرى في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. طيب، هل القضية عشوائية؟ يعني هنا الله تعالى يقول وإذ، وهنا يقول إذ، هنا يقول يا عيسى فقط، هنا يقول يا عيسى ابن مريم، يعني هل القضية عشوائية أم أن هناك نظام محكم لكل آية؟ كل آية من آيات القرآن التي عددها 6236 آية، كل آية منها لها نظام يتعلق بمعنى الآية. يعني الآية التي تتحدث عن رفع عيسى إلى السماء أودع الله فيها نظاما له علاقة بوقت رفع عيسى وهو 33 سنة. طيب كيف ذلك؟ دعوني أعد معكم كلمات هذه الآية كلمة كلمة. تأملوا معي أيها الأحبة هذه الآية الكريمة من برنامج إحصاء القرآن. أنا هنا سأعد الكلمات كلمة كلمة. أنا لدي هنا في البرنامج عداد، هنا انظر معي، هنا عدد الكلمات 1، فكلما انتقلت كلمة انظر معي أصبح عدد الكلمات كم؟ 2. هنا أيها الأحبة في الشريط الأصفر في المنتصف، الآن إذ قال الله 3، يا عيسى، لاحظ يا عيسى كلمة واحدة، يا عيسى كتبت كلمة واحدة لتناسب عدد الكلمات، إني 5، متوفيك 6، و 7، رافعك 8، إلي 9، و طبعا الواو نعدها كلمة أيها الأحبة هنا. وأنا سألت نفسي هذا السؤال كثيرا، لماذا الواو تعد كلمة في كثير من أبحاث الأرقام والإعجاز العددي؟ كأن الله يريد أن يقول لك حتى هذه الواو التي كثير من علماء اللغة لا يعدونها كلمة
يلحقونها بالكلمة التي بعدها، حتى لو فكر أحد أن يحذف هذه الواو سيختل هذا البناء العددي. سبحان الله. يعني هذه الآية بدأت إذ قال الله، لو بدأت أو لو فكر أحد أن يقول وإذ قال الله، ربما هذا التحريف لا يؤثر على المعنى ولا يؤثر، ولكن يؤثر على النظام العددي الذي سنكتشفه الآن، وهو 33 كلمة. عد معي أخي الحبيب. إذن ومطهرك 11، انظر هنا، ركز هنا على عدد الكلمات. من الذين كفروا 14 كلمة، و 15، جاعل 16، الذين 17، اتبعوك 18، فوق 19، الذين 20، كفروا إلى يوم القيامة 24، ثم 25، إلي 26، مرجعكم 27، فأحكم 28، بينكم 29، فيما 30، كنتم 31، فيه 32، تختلفون 33. يعني انظر إلى الدقة أخي الحبيب، انظر إلى صياغة الآية. هذه الآية تمت صياغتها بطريقة تختلف عن بقية الآيات. يعني مثلا انظر معي هنا أخي الحبيب لتستيقن بما نقول. الآية هنا الله يقول فيها إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، تمام؟ والآية الثالثة التي فيها إذ قال الله فيها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وإذ، لاحظ، فيها واو وفيها ابن مريم إضافة. هذه الآية بالذات ليس فيها واو وليس فيها يا عيسى ابن مريم، فقط يا عيسى. إذ قال الله يا عيسى هكذا، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. 33 كلمة، نفس عدد السنوات التي عاشها عيسى عليه السلام ورفع في السنة 33. بالله عليكم، يعني أنا أريد أن أتساءل، هل هذه مصادفة مثلا؟ هل مصادفة أن تجد في القرآن 3 آيات، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، والثانية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذه الآية ليس فيها واو وليس فيها ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى. وبالتالي هذا الأمر يجعلني أنا عندما أنظر إليه وأجد هذا التطابق بين عمر عيسى عليه السلام وبين عدد كلمات الآية، يجعلني فعلا أستيقن أن كل كلمة في القرآن نزلت بميزان، كل كلمة نزلت بقدر من الله، بإحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وبالتالي أيها الأحبة، أمام هذه المعجزة اللطيفة التي لا أظن أن أحد سيقول جاءت بالمصادفة، لأن لدينا عشرات الآلاف من النتائج المشابهة لهذه النتيجة، ليست نتيجة وليست 10 وليست 100 وليست 1000، عشرات الآلاف. كل هذا يدعونا أن نعتقد أن القرآن له بناء خاص. إضافة حرف أو حذف كلمة أو إضافة كلمة سيؤدي إلى انهيار البناء العددي في القرآن. أي تحريف سيؤدي لانهيار هذا البناء. الشيء الثاني أن الله ضبط لك أيها الإنسان، أيها المؤمن، ضبط لك أعداد الكلمات والحروف لتستيقن أن هذا الكتاب لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.